المشيعون جميعا، الثائرون جميعا، ها هي، ها هي الآلاف تتقاطر إلى هذه الساحة، ويكفي أن تكون هذه رسالة، رسالة للقتلة ومن ساند القتلة بأن إب ترفضهم ولن تقبل بميليشيات مسلحة. ها هي رسالتكم الآن مدوية، ها هي رسالتكم مدوية، لنقول لهم احذروا غضب الحليم، ونطالبهم بالإفراج الفوري عن من تبقى من المعتقلين لدى سجون وميليشيات الحوثي. الثائرون جميعا، سنبدأ برنامجنا بكلمة للتجمع اليمني للإصلاح يلقيها الأستاذ محمد هاشم رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب. خليه يقدم عادي. ها هي جنازة الشهيد، ها هي جنازة الشهيد تأتي إليكم، وكأنه بينكم يهتف ويقول واصلوا مشواركم الذي خرجت من أجله. ها هي جثمان الشهيد، ها هو جثمان الشهيد يأتي إلى هذه الساحة التي اعتادت على هتافاته، التي اعتادت على خطواته، على نبرات صوته. الرحمة للشهيد، الخزي والعار للقتلة الجبناء المنحطين. في الساحة استقبلناك، ومن الساحة ودعناك. في الساحة استقبلناك، في الساحة استقبلناك، ومن الساحة ودعناك. في البداية نعزي ونهنئ في نفس الوقت أسرة الشهيد القائد البطل الأستاذ الأمين ناجي الرجوي، فهنيئا له أولا الفوز بالشهادة، لأنها أسمى أمنية للمؤمنين الصادقين، ولآله بالفوز بهذا الشرف. فأنتم أسرة الشهيد الذي نحسدكم عليه، والذي من حقكم أن تفخروا به. ونعزي كافة أبناء المحافظة وكل محبيه وكل أبناء اليمن، ونعزي أحزاب اللقاء المشترك الذي كان الشهيد من أبرز الفاعلين فيها، ونعزي التجمع اليمني للإصلاح في محافظة إب وفي بقية محافظات الجمهورية. ونشكر كل الحاضرين وكل من عزى وأدان الحادثة الإجرامية البشعة. الحمد لله الذي اختار الأستاذ القدير أمين الرجوي شهيدا، فإنها منزلة عظيمة لا ينالها إلا العظماء. لقد ارتقى شهيدا بينما سقط القتلة سقوطا أخلاقيا مريعا، وإن هذا الحضور الجماهيري الكبير هو استفتاء شعبي واستنكار وإدانة لميليشيا الحوثي وحلفائها، ومطالبة بالقصاص من القتلة وشهادة من الشعب. الله أكبر ولله الحمد، وشهادة من الشعب للشهيد القائد المناضل أمين وبقية إخوانه الشهداء في كل محافظات الجمهورية. ولم يكن هذا الحضور الجماهيري والاستنكار الشعبي الواسع هو وحده المستنكر لجرائمكم، فقد استنكر عدوانكم وبغيكم وغدركم وخيانتكم أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وآلاف الشخصيات الاعتبارية
من داخل المحافظة ومن بقية محافظات اليمن ومن خارج الوطن ومن عدة دول عربية، وعبرت جميعها عن استهجانها لجرائمكم البشعة وانحطاطكم الأخلاقي، لأنكم بتصرفكم هذا تجاوزتم كل الأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية، ومثلت سقوطا أخلاقيا مروعا أفزع كل من لديه مثقال ذرة من إنسانية أو ضمير حي، متسائلين من أين أتيتم بكل هذا الحقد والغل والبغضاء والكراهية والفجور في أي بيئة نشأتم؟ فما قمتم به من سلوكيات منحرفة دليل على دخيل على مجتمعنا اليمني عامة وعلى أبناء محافظة إب بصفة خاصة، وإلى أي قيم أو شرع تستندون في ارتكابكم إلى هذه الجرائم التي لا يقرها دين ولا شرع ولا عرف ولا يقبل بها عقل سليم ولا منطق؟ ولهذا جرائمكم هذه هي من عجل بسقوط انقلابكم المشؤوم، لأن الشعب يرفضه، وإرادة الشعوب لا يمكن أن تقهر، ولا يمكن للشعب أن يقبل الاستعباد والذل والهوان. ولا تظنوا أنكم بجرائمكم ستخيفون الشعب، وما ينبغي أن أؤكده لكم أيها القتلة، وما ينبغي أن تعلموه، أننا ما سلكنا هذا الطريق طريق الخير والحق والحرية والذي سلكه شهيدنا المغدور ظلما وعدوانا إلا ونحن نعرف هذا الطريق جيدا ونعرف تبعات السير فيه. لقد غدرتم بطبعكم المتأصل فيكم بالمناظر الحر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والحوثاء أعداء الله، وعلوا الصورة، علوا الصورة، الرجوي أكبر أسطورة، في الساحة استقبلناك، ومن الساحة ودعناك. لقد غدرتم بطبعكم، لقد غدرتم بطبعكم المتأصل فيكم بالمناضل الحر أمين الرجوي وغيره، لكنكم لن تستطيعوا قتل الفضيلة والإباء والحرية في نفوس أبناء الشعب. ولهذا من أجل إيقاف هذه الجرائم فإننا نؤكد على الآتي. إن هذه الجريمة وكل جرائم القتل والاختطاف وهدم المنازل ومصادرة الحقوق والحريات لا يمكن أن تمر دون عقاب، فالقصاص واجب شرعي. النقطة الثانية، يجب إطلاق كافة المختطفين فورا ودون قيد أو شرط، والتوقف عن ممارسة هذه الأعمال الإجرامية في حق كافة أبناء المحافظة. النقطة الثالثة، نؤكد ما أكدته أحزاب اللقاء المشترك من تحميل الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح والأجهزة الأمنية التابعة لها والسلطة المحلية كامل المسؤولية الجنائية والقانونية عما حدث للشهيد المغدور به أمين الرجوي، وعن كل جرائم الاختطاف. النقطة الأخيرة، نطالب المبعوث الأممي باليمن القيام بواجبه القانوني والأخلاقي. وأخيرا نذكركم أيها الحاضرون بقول الله تعالى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والشهيد أمين الرجوي قد وفى بما عاهد الله عليه، وإنا لمنتظرون.
وإننا نعاهد الله ونعاهدكم أننا لن نعيش إلا أحرارا ولن نموت إلا شهداء، لن نعيش إلا أحرار ولن نموت إلا شهداء، ولن يخيفنا القتلة، والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد.